الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا مما يدخل في الخوض في الله تعلم العقيدة على طريقة المتكلمين الفلاسفة السفهاء الجهال الذين أفسدوا العقائد لما بنوا كلامهم فيها على تلك القواعد الإبليسية الملعونة المأفونة المناقضة للمنقول والمصادمة للمعقول. فمن درس العقيدة في الله أو في دين الله بناء على تلك القواعد الفلسفية المنطقية فقد خاض في الله عز وجل. وما وقع الجهمية فيما وقعوا فيه إلا بسبب دراسة العقيدة على هذا المنهج الإبليسي الشيطاني، وكذلك الأشاعرة وكذلك الماتريدية والمعتزلة وغيرهم من طوائف البدع. سبب ضلالهم أنهم درسوا العقيدة في الله وفي ذاته وأسمائه وصفاته وفي القضاء والقدر وغيرها من أبواب الاعتقاد على مقتضى هذه الطريقة الفاسدة الإبليسية التي درسوها من مدرسة الشيطان. قواعد كلامية فلسفية، احذر احذر من أن تخرج شيئا من مسائل الاعتقاد عليه. وطوبى لمن وفقه الله في مسائل الاعتقاد لمن يعلمه الأصول السنية السلفية المبنية على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. فلنحذر الحذر الشديد من دراسة شيء من العقائد على طريقة المتكلمين الفلاسفة. والله ما فسدت العقائد إلا بهذا السبب، والله ما دخل البلاء في عهد المأمون على المسلمين إلا لما عربت كتب اليونان، كتب اليونان، وأقبل الناس على دراستها وصارت هي مهيع قلوب الطلاب يدرسونها ويتفيؤون عذرتها، ولن أقول ظلالها، حتى أفسدت عليهم دينهم وعقائدهم. فالحذر الشديد من ذلك أيها الإخوان. والله عز وجل قد يسر لأهل السنة والجماعة منهجا سليما تأصيليا على مراد الله عز وجل في دراسة مسائل الاعتقاد. إذا جئت تدرس الأسماء والصفات عندك منهج سليم، باب القضاء والقدر عندك منهج سليم، باب الصحابة عندك قواعد وأصول وأسس تستطيع أن تصل إلى الحق المراد لله عز وجل عن طريق. فلست بحاجة، أقسم بالله لست بحاجة أي الطالب لا في صدر ولا وقت أن تدرس العقيدة على طريقة المتكلم. احذروا، ولا نزال نحذر في دروس العقيدة من هذه القواعد المأفونة الفلسفية الكلامية، والتي منها أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات. كل مراد لله فهو محبوب، لا مدخل للأعمال في الإيمان، قواعد باطلة ضالة صارت سببا لضلال كثير من الطوائف والفرق لأنهم استمدوها ممن لم يقدر الله حق قدره ولم يختلط قلبه بعلم الكتاب والسنة ولا تعظيم الوحيين. فمن درس العقيدة على مقتضى هذه القواعد فقد خاض في الله، وسيصل إلى درجة إنكار وجود الله عز وجل وتعطيله عن وجوده كما وصل له الجهمية. نهاية الجهمية تعطيل الأسماء والصفات، وأنه ليس فوق السماوات رب يعبد ولا فوق العرض إله ولا فوق العرش إله يصلى له ويسجد. ما الذي أوصلهم لتلك النهاية الكفرية الخطيرة والتي أجمع أكثر من 500 عالم على تكفيرهم بسببها؟ لأن مآل قولهم تعطيل الخالق عن وجوده، تعطيل الخالق، لأنهم درسوا العقيدة على مقتضى هذه القواعد. ما الذي جعل المعتزلة ينكرون صفات الله جملة وتفصيلا، يقعون في قولهم الفاجر الله عليم بلا علم، حي بلا حياة، قوي بلا قوة، قدير بلا قدرة؟ ما الذي أوقعهم في هذا الفساد العقدي؟ أنهم طلبوا علم الأسماء والصفات على طريقة الفلاسفة، على طريقة المتكلمين، فوقعوا في هذا، وهذا تعطيل للرب عن كمالاته. وأنتم تعرفون أنه على قدر تعطيل كمالات الصفات على قدر تعطيل مقتضيات الربوبية. هذا من أخطر الخطر، وإن كثيرا من الدعوات الآن تتجه إلى دراسة العقيدة على هذه الطريقة، على الطريقة الفلسفية الكلامية، ولا تجد غالب البلاد الإسلامية أو العربية إلا ويدرس طلابها في كليات العقيدة فيها أو الشريعة فيها على مقتضى طريقة المتكلمين، وهم الأشاعرة والماتريدية الذين يشكلون أكثر العالم الإسلامي في هذا الزمن.
أغلب الكليات الشرعية في العالم الإسلامي والعربي يدرسون العقائد على هذه إلا المملكة. أسأل الله أن يثبتنا ويثبت قادتنا وحكامنا على هذه العقيدة الصحيحة، وأن يميتنا عليها، وأن يحفظها بحفظه، وأن لا يوكل حفظها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لملك ولا لأمير ولا لوزير ولا لعالم، وإنما يتولى حفظها عنده عز وجل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. من رأى ضلال الناس في هذا الزمان ثم رأى أن الله قد من عليه بالهداية مع أنه ليس بينه وبين الله لا حسب ولا نسب، لا يملك نفسه إلا أن يسجد لله شكرا على نعمة الهداية، ويخاف على إيمانه من أن يضيع كما ضاع إيمان غيره. ولا نزال نرى أمامنا أناسا تتخطفهم كلاليب الشبهات وتفسد عقائدهم أشواك الشهوات، ويتساقطون أمامنا يمنة ويسرى، ولكن نحن لا تزال أقدامنا ثابتة على الطريق. نسأل الله أن يكمل ثباتها حتى نلقى على تلك العقيدة الصحيحة السليمة. فقد كثرت الفتن وتعددت وتنوعت، ولا مخرج للعبد منها إلا بالمعرفة والعلم بعد ثبات الله عز وجل وكثرة دعائه بالثبات. فإذا احذروا من دراسة العقائد على هذه الطريقة الملعونة الإبليسية القذرة النجسة التي توصل العبد إلى تعطيل الرب عز وجل عن وجوده والخوض فيه بلا علم.